اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد هنكمل فيه كلامنا عن المايكرو سيرفيسز. احد اسئله الانترفيو الشائعه جدا هو ايه الفرق بين الاس او اي اركتشر والمايكرو سيرفيسز. الاس او اي اركتشر اللي هو سيرفيس اورينتد اركتشر. تعالوا نتكلم النهارده على التوبيك ده، وكلامنا يعتبر الاجابه على الانترفيو كويستشن ده اللي هو ايه الفرق بين السيرفيس اورينتد اركتشر والمايكرو سيرفيسز. اول حاجه في السيرفيس اورينتد اركتشر هو عباره عن ستايل اوف سوفت وير ديزاين اللي هو بيستخدم فيه السيرفيسز، والسيرفيسز دي بتبقى هي الكومبوننت اللي هي ثرو الابلكيشن، والسيرفيسز دي بتكلم بعضها عن طريق بروتوكول اوفر ذا نتورك. ده كده اللي هو الاركتشر ديزاين بتاع السيرفيس اورينتد اركتشر. كمان السيرفيس اورينتد اركتشر او الاس او اي بيبروفايد اكسس على ريوزابل كومبوننت دول، عن اللي هي بمعنى اخر الويب سيرفيسز، عن طريق النتورك باستخدام التي سي بي اي بي نتورك، وده طبعا بيبقى موضوع مهم للكلاود كومبيوتنج. فده كده اللي هو تعريف مختصر للسيرفيس اورينتد اركتشر. طيب السيرفيس اورينتد اركتشر بيحصل له امبلمنتيشن عن طريق باي ديفولت عن طريق الويب سيرفيسز سوب، وكمان اللي هو الويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج اللي هي ال WSDL. ده كده التيبيكالي امبلمنتيشن. طيب في امبلمنتيشنز ثانيه للسيرفيس اورينتد اركتشر؟ اه طبعا، في مثلا ويندوز كوميونيكيشن فاونديشن الاختصار بتاعها WCF، وفي GRPC، وفي المسجنج زي استخدام اللي هو جافا مسج سيرفيس او باختصار GMS او الاكتب ام كيو او الرابط ام كيو. دي كده اللي هي الامبلمنتيشن بتاعه الاس او اي سيرفيس. طيب يعني ايه اصلا سيرفيس؟ السيرفيس عباره عن ديسكريت يونت اوف فانكشناليتي اللي من خلالها نقدر ناكسس ريموت فانكشناليتي، وتكون السيرفيس دي ممكن يحصل لها ابديت اندبندنت. فدي كده معنى السيرفيس. السيرفيس كمان بيحصل لها كوميونيكيشن يوزنج لوز كابلنج سيستم من خلال باسنج الداتا او التعاون في الاكتيفيتيز بتاعه السيرفيسز مع بعضها. طيب ايه مثال عن السيرفيس؟ السيرفيس ممكن تكون زي ريتريفنج ا كريدت كارد ستيتمنت اونلاين. ده كده مثال للسيرفيس. طيب ايه هي البروبرتيز بتاعه الاس او اي سيرفيس؟ الاس او اي سيرفيس فيه اربع خصائص بتميزهم. ايه اللي هما؟ اول حاجه ان السيرفيس بتاعه الاس او اي بتريبريزنت بزنس اكتيفيتي، كمان هي بتكون سيلف كونتينت، كمان بتكون انها بلاك بوكس فور كونسيومر، كمان ممكن تتكون من يعني من سيرفيسز ثانيه تحتيها، يعني السيرفيس الواحده ممكن تتكون من سيرفيسز ثانيه تحتيها. زي ما انتم شايفين كده الكلام شبه المايكرو سيرفيسز. احنا هنشوف الاختلافات دلوقتي ايه. طيب كمان السيرفيسز في الاس او اي اركتشر ليها اربع كاتيجوريز، وهنقول الكاتيجوريز كمان الخاصه بالمايكرو سيرفيسز. في السيرفيس اورينتد اركتشر السيرفيسز ليها اربع كاتيجوريز، في المايكرو سيرفيسز ليها 2 كاتيجوريز. طب تعالوا نتعرف على المجموعات دي مع بعض. طيب اول حاجه في السيرفيس اورينتد اركتشر الكاتيجوريز بتاعه السيرفيسز عباره عن ايه؟ بتتقسم لانفراستراكشر سيرفيسز وبزنس سيرفيسز وابلكيشن سيرفيسز وانتربرايز سيرفيسز. طب ايه دول؟ الانفراستراكشر سيرفيس اللي هي اللي بتمبلمنت النون فانكشنال تاسك زي اللوجنج والاثنتيكيشن والسكيورتي اند سو اون. البزنس سيرفيس هي الريكوايرد عشان تبرفورم بزنس فانكشناليتي. الابلكيشن سيرفيس هي السيرفيسز اللي هي ريكوايرد عشان تقدم انترفيس لليوزر يقدر ينفوك منه السيرفيس بتاعتي. طب والانتربرايز سيرفيس؟
الانتربرايز سيرفيس هي بتمبلمنت الفانكشناليتي ثرو كل السيرفيسز اللي قبل كده، كانها بتعمل انتجريشن ليهم كلهم مع بعض. دي كده الكاتيجوريز بتاعت السيرفيسز في السيرفيس اورينتد اركيتكتشر. طيب ايه هي الكاتيجوريز؟ دي كده رسمه اللي هي بتوضح الكاتيجوريز بتاعت السيرفيس اورينتد اركيتكتشر زي ما احنا قلناهم قبل كده: انفراستراكشر وابلكيشن وانتربرايز فانكشنال سيرفيس او يطلق عليها بزنس سيرفيس. ودي رسمه بتوضحهم، وطبعا في كوردينيشن اكروس اول السيرفيسز اللي هي الانتربرايز سيرفيس. طيب ده كده اللي هم الكاتيجوريز بتاعت السيرفيس اورينتد اركيتكتشر سيرفيسز. طيب ايه هي الكاتيجوريز بتاعت المايكرو سيرفيسز؟ ايه السيرفيس كاتيجوريز بتاعت المايكرو سيرفيسز؟ عندنا في المايكرو سيرفيسز اتنين: انفراستراكشر سيرفيسز، برضو هي نفس الكلام اللي هي بتقدم النون فانكشنال ريكويرمنت زي اللوجينج السكيورتي الاوديتنج اند سو اون. وفي عندنا تاني كاتيجوري اللي هو الفانكشنال سيرفيسز. الفانكشنال سيرفيسز دي اللي هي بتساعد في تقديم البيزنس فانكشناليتي بتاعت سبيسيفيك اوبريشن. دي النوعين بتوع الكاتيجوريز بتوع المايكرو سيرفيسز، في حين ان الاس او اي سيرفيسز ليهم اربع كاتيجوريز. فده كده من ناحيه الاستراكشر، الاختلافات من ناحيه الاستراكشر. دي كده رسمه بتوضح شكل المايكرو سيرفيسز مع السيرفيسز. ايه الفرق بين المايكرو سيرفيسز والسيرفيس اورينتد اركيتكتشر؟ المين ديفرنس بينهم هو السكوب. السيرفيس اورينتد اركيتكتشر بيركز على الانتربرايز ابلكيشنز، لكن المايكرو سيرفيسز بتركز على الابلكيشن سكوب. ودي الرسمه اللي بتوضح الكلام ده. زي ما احنا شايفين الاس او اي بيريليت على الانتربرايز از اهول، لكن المايكرو سيرفيسز بيركز على الابلكيشن. دي رسمه تانية بتوضح الفرق بين الاركتيتشر بتاع السيرفيس اورينتد اركتيتشر والمايكرو سيرفيسز. هنا مثلا شايفين في السيرفيس اورينتد اركتيتشر في حاجه مهمه جدا، ان السيرفيسز في السيرفيس اورينتد اركتيتشر بتكلم بعضها، في كوميونيكيشن بينها وبين بعضها عن طريق حاجه اسمها انتربرايز باس سيرفيس اي بي اس. دي حاجه بتميزه جدا، بتميز الاس او اي عن المايكرو سيرفيسز. المايكرو سيرفيسز بتكلم بعضها عن طريق اتش بي بروتوكولز، لكن السيرفيسز بتاعه الاس او اي بتكلم بعضها عن طريق النتورك، عن طريق اللي هو انتربرايز باس سيرفيس. فدي كده الشكل اللي بيوضح الفرق بينهم. كمان الداتابيز في الاس او اي هي سنترلايزد، هي ريليشنال داتابيز. في المايكرو سيرفيسز هي كل مايكرو سيرفيسز، لو تفتكروا ان احنا قلنا عملنا المونوليستيك سيستم سلايسنج، وكان السلايسنج ده فيرتيكال، فبالتالي الداتابيز بتبقى خاصه بكل مايكرو سيرفيسز اندبندنت من الثانيه خالص. وبالتالي ممكن نستخدم غير الريليشنال داتابيز، ممكن نستخدم نون ريليشنال داتابيز او ريليشنال داتابيز على حسب المايكرو سيرفيس بتاعتي محتاجه ايه. فده كده كشكل. والرسمه الثانيه بتوضح اللي هو الانتر اكشن بين المايكرو سيرفيسز، بيكلموا بعض عن خلال ايه. فقلنا المايكرو سيرفيسز بتكلم بعضها خلال الاتش تي بي بروتوكول، والكلام بينها وبين بعض بيبقى قليل، يعني اقل سكوب. لكن السيرفيسز بتكلم بعضها، لازم توضح كلير انترفيس للكوميونيكيشن عن طريق النتورك باستخدام الانتربرايز باس سيرفيس او باختصار الاي بي اس. وقلنا الداتابيز بتبقى سنجل في 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 كيس بتاعه الاس او اي، لكن في المايكرو سيرفيسز بتبقى اندبندنت من كل مايكرو سيرفيسز والتانية. طيب تعالوا نتكلم برضو على، انا لسه بتكلم عن الاختلافات بين السيرفيس اورينتد والمايكرو سيرفيسز. في اختلافات في بعض التوبكس. زي ايه؟ اول حاجه الداتا ستورج، زي ما انا لسه قايله الداتا ستورج او الداتابيز في الاس او اي زي المونوليستيك ابلكيشن، بيبقوا الداتابيز بتاعتهم بتبقى شيرد،
شيرد سنجل ريليشنال داتابيز، سواء الاس او اي اركتشر او المونوليستيك ابلكيشن او اللي هو الابلكيشن از هول. لكن المايكرو سيرفيسز مش كده، المايكرو سيرفيسز بتستخدم كل مايكرو سيرفيس بتستخدم اتس اون داتا ستور، فبالتالي ده بيسمح للديفلوبرز ان هو يختار الاستورج تايب المناسبه لكل مايكرو سيرفيسز، مش لكل المايكرو سيرفيسز مع بعضها، لا كل مايكرو سيرفيسز بتختار الداتا ستور المناسبه ليها. فده كده اول اختلاف. طيب تاني اختلاف عندنا في ايه؟ في السايزنج والسكوبنج. في السايزنج المايكرو سيرفيسز والاس او اي سيرفيسز الاثنين بيبقوا سمول، بس المايكرو سيرفيسز بتبقى اصغر وبتبقى ديترمايند اكتر. كمان المايكرو سيرفيسز بما ان هي سمول فبتحصل لها ديبلويمنت اسرع. السيرفيسز بتاعه الاس او اي برضه بتبقى صغيره وبتبقى مركزه على بيزنس فانكشناليتي، لكن المايكرو سيرفيسز بتبقى اصغر. طيب ده كده السايزنج. طب والسكوب؟ السكوب زي ما انا لسه قايله ان الاس او اي اركتشر السكوب بتاعه هو انتربرايز ابلكيشنز، لكن المايكرو سيرفيسز اركتشر السكوب المناسب ليه اكتر اللي هو الابلكيشن اللي هي مش بيضغى عليها الطابع اللي هي بتكلم بعضها كتير، لا يعني هي مناسبه مثلا للموبايل ابلكيشن، الابلكيشن اللي هي اصغر في السكوب من الانتربرايز ابلكيشنز. الاس او اي السكوب بتاع الابلكيشن بتاعها كل ما بيبقى فيه كوميونيكيشن اكتر بينها وبين بعضها يبقى الاس او اي هو المناسب اكتر، لكن لو حاجات تانية ديسكريت مش بيكلموا بعضها اندبندنت من بعض فبالتالي المايكرو سيرفيسز هي اللي بتبقى انسب في الكيس ده. في الكيس دي طيب الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن قلنا ان السيرفيس اورينتد اركتشر سيرفيسز بتتكلم مع بعضها عن طريق اللي هو الاي بي اس ثرو النتورك، اما المايكرو سيرفيسز بتتكلم بعضها عن طريق اتش تي بي بروتوكول بعكس السيرفيس اورينتد اركتشر سيرفيسز. ده كده الاختلاف في الكوميونيكيشن، ودي رسمه بتوضح الكوميونيكيشن ان هو بيتكلم هنا عن طريق الانتربرايز باس سيرفيس وهنا عن طريق الاتش بي بروتوكولز. طيب ايه الاختلاف الرابع؟ الكابلنج والكوهيجن. الاثنين هو المايكرو سيرفيسز والسيرفيسز بيبقى يعني الاثنين بيبقى فيهم الفيتشر بتاعه الديكابلنج. المايكرو سيرفيسز بتبقى فيها لو كابلنج وهاي كوهيجن، وكمان الكلام المايكرو سيرفيسز مع بعضها بيبقى في اضيق الحدود. كمان المايكرو سيرفيسز زي ما احنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقه ان هو ممكن يحصل لها ديبلويمنت اندبندنت من اي مايكرو سيرفيس ثانيه، ولو حصل لها فيلير هي بس اللي بتفيل ومبتاثرش على بقيه الابلكيشن. طبعا ده بيسرع الابلكيشن اكتر بيكون اسهل في البيلد والديبلوي والتست والديفلوبمنت. كمان الاس او اي سيرفيس اركتشر هي لارج شويه في السكوب، كمان فيها مور انتر ديبندنسز وكمان فيها كوميونيكيشن اكتر والداتا ستور كمان شيرد، وكمان اي تغيير فيها بيريكواير ان انا بعمل ريبيلد لكل الابلكيشن وري ديبلويمنت ليه، فبالتالي ده بيقلل السرعه بتاعه الديبلويمنت بعكس المايكرو سيرفيسز. فده كان الاختلاف الرابع اللي بينهم. طيب ده كده رسمه بتوضح تاني الاختلافات بين الاس او اي اركتشر والمايكرو سيرفيسز كده باختصار. تعالوا كده نقراهم كلهم مع بعض. بيقول اول نقطه عندنا في الاس او اي بيقول ان هو بيفولو شير از ماتش از بوسيبل. طبعا احنا قلنا السيرفيس بتاعه الاس او اي بتقدم كلير انترفيس للكوميونيكيشن مع بعضها، لكن المايكرو سيرفيسز بتفولو المبدا بتاع شير از ليتل از بوسيبل.
يبقى ال SOA بيشير as much as possible، لكن المايكرو سيرفيسز بتشير as little as possible. طيب ال SOA بيهندل مبدأ اللي هو البيزنس فانكشناليتي، لكن المايكرو سيرفيسز بتهندل مبدأ بتاع الباوندد كونتكست، حاجة تبقى independent. الفانكشناليتي اللي أنا ههندلها في المايكرو سيرفيسز تكون independent من أي حاجة وليها boundary. طيب بالنسبة للجوفرنانس أو التحكم يعني في السيرفيسز في الـ SOA بيستخدم common governance standard، أما في المايكرو سيرفيسز بتركز أكتر على الـ people collaboration. طيب في الـ SOA بيستخدم للـ communication إيه؟ بيستخدم الـ enterprise service bus ASP. ده الكونسبت ده مهم جدا في السيرفيس اورينتد اركتكتشر. طب وفي المايكرو سيرفيسز بيستخدم سمبل مسجنج سيستم للكوميونيكيشن. طيب ال SOA بيسبورت مالتيبل مسجز بروتوكولز اللي انا كنت لسه قايله لكم عليها، اللي هو سواء صوب او سواء ويندوز، اللي هم الاربعه تايبز اللي كانت في السلايد اللي قبل كده، او جي ام اس. كل دي بروتوكولز بيقدر يستخدمها عشان يسبورت المسجز. طيب والمايكرو سيرفيسز، المايكرو سيرفيسز بتستخدم لايت ويت بروتوكولز زي ال اتش بي ريست بروتوكول. ال اس او اي مالتي ثريد اوفر بتهندل المالتي ثريد ويز مور اوفر هيد تو هاندل الانبوت اوت بوت اوبريشنز، لكن المايكرو سيرفيسز هي سنجل ثريدز يوجوالي ويز ذا يوز اوف ايفنت لوب فيتشرز فور نون بلوكينج input output handling. فاكرين النون بلوكينج اللي انا شرحته في الـ في البروجراماتيك بروجرامينج، اللي هو بيبقى مش بيبقى هو بيستخدم الايفنت لوب فيتشر. لو عايزين كلام اكتر عن النقطه دي نرجع للفيديو اللي هو بتاع البروجراماتيك بروجرامينج اللي انا اتكلمت فيه في فيديوهين عن الحته دي عن الايفنت لوب فيتشر. خلينا باختصار نقول ان الاس او اي مالتي ثريد والمايكرو سيرفيسز سنجل ثريد في الهاندلنج الاي انبوت اوتبوت. طيب الاس او اي بيماكسمايز الابلكيشن سيرفيس ريوزابيلتي، بيستخدم ريوزابيلتي كتير في السيرفيس اورينتد اركتكتشر، لكن المايكرو سيرفيسز بتركز اكتر في على المبدا بتاع الديكابلنج. في الاس او اي بيستخدم الترديشنال ريليشنال داتابيس، في المايكرو سيرفيسز بتستخدم اكتر المودرن ريليشنال داتابيس. طيب في الاس او اي السيمانتيك تشينج بيريكواير موديفاين الابلكيشن كله والديبلويمنت ليه كله، لكن السيمانتيك تشينج في المايكرو سيرفيسز بيريكواير كاني بكريت نيو سيرفيس جديده. طيب لو هنتكلم على المبدا بتاع الديف اوبس تولز او الكونتينوس ديليفري في الاس او اي، يعني هو ممكن يستخدمه بس الاحسن هو المايكرو سيرفيسز، لان احنا قلنا ان هو اندبندنت بيحصل له ديبلويمنت للمايكرو سيرفيس اندبندنت من المايكرو سيرفيس الثانيه، وبالتالي بتبقى اسرع وكمان بيبقى سنجل فيلير، وبالتالي الابلكيشن بيبقى اولموست اول ذا تايم رانينج، فبالتالي الديفلوبمنت بيبقى اسرع، فبتقدر تستخدم الديف اوب تولز بشكل اكبر من استخدام السيرفيس اورينتد اركتكتشر. دي كده كانت ملخص للاختلافات بين السيرفيس اورينتد اركتكتشر والمايكرو سيرفيسز. طيب ايه الاحسن، السيرفيس اورينتد اركتكتشر ولا المايكرو سيرفيسز؟ السؤال ده اجابته واحده عندي في كل حاجة. مين أحسن؟ كل حاجة وليها الحاجة السيوتبل ليها، مفيش حد أحسن من حد. كل أبليكيشن ليه بيهيفير، وبالتالي الأركتشر اللي أنا بختاره أختاره مناسب للبيهيفير بتاع الأبليكيشن ده. يعني لو أنا هستخدم عندي أبليكيشن ده انتربرايز وكبير وكوميونيكيشن بين الكومبوننت اللي جواه كتيرة، فبالتالي الأنسب ليا هو Service Oriented Architecture.
طيب لو انا عندي سمولر انفايرمنت، عندي مثلا ويب اند موبايل ابلكيشن، وما عنديش كوميونيكيشن لاير كبيره بينهم، هم ديسكريت، هم اندبندنت من بعض، يبقى انه الاحسن، يبقى المايكرو سيرفيسز اركتكتشر هو الاحسن. وبالتالي دي هي الاجابه بين ايه انه احسن، الاس او اي اركتكتشر ولا المايكرو سيرفيسز اركتكتشر. طيب ده كده اتكلمنا عن عن الاختلافات بين السيرفيس اورينتد اركتكتشر وبين المايكرو سيرفيسز. طب هل في تشابه بينهم؟ اه ده في تشابه كبير جدا بينهم. فالتشابه بينهم ده في ايه؟ مثلا ان السيرفيس السيرفيس اورينتد اركتكتشر والمايكرو سيرفيسز الاثنين بيركزوا على performing one specific function. فده اول similarity بين الاثنين. الاثنين تاني similarity ان الاثنين smaller in scope، يعني هما اصغر في السكوب زين اللي هو المونوليستيك اركتكتشر. فهما بيقسموا الفانكشناليتي بتاعته smaller عن اللي هو الابلكيشن اللي هو بيبقى مونوليستيك او اللي هو as a whole. ده كده كان تاني similarity. تالت حاجة ان الـ SOA والمايكرو سيرفيسز الاثنين بيدوا الديفلوبر الحرية ان هم يختاروا البروجرامينج لانجوج المناسبة للمايكرو سيرفيس او السيرفيس. كمان رابع حاجة ان هم بي 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 برضو بيعمل allowing للديفلوبرز ان هم يختاروا البروجرامينج لانجوج الخاصة بكل مايكرو سيرفيس او سيرفيس، يعني السيوتابل لكل يوز كيس مش لكل الحاجات على بعضها. فدي كانت بعض التشابه بينهم. برضو من شرحنا قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده طريقه ال هندلت الكود بتاعهم، يعني واحد الاثنين برضو بيمشوا على نفس المبادئ الديكابلنج، الكوميونيكيشن تبقى عامله ازاي، اطلع انترفيسز للكوميونيكيشن تبقى واضحه وصريحه، النون فانكشنال ريكويرمنت، الحاجات دي كلها بتبقى شبه بعضها. والاربع تشابه دول اللي انا شرحتهم دلوقتي برضو دول تشابه بينهم. طيب ده كده دي رسمه سريعه بتلخص الاختلافات بين المونوليستيك سيستم اللي هو از هول زي ما احنا شايفين كده، والاس او اي اركتكتشر اللي هو اتقسم بقى اللي هو المونوليستيك ده لسيرفيسز اصغر وفي انتر اكشن بينهم عن طريق اللي هو الاي اس بي، والشكل الثالث اللي هو المايكرو سيرفيسز اللي هو بقى فاين جريند اللي هو بتبقى السيرفيس دي اتقسمت لحاجات اصغر هي مايكرو سيرفيسز اندبندنت من بعض، والكوميونيكيشن بينهم بقت ثرو الاتش تي بي بروتوكولز، وكل بقى الكلام بتاع المايكرو سيرفيسز اللي احنا شرحناه قبل كده. فدي رسمه مختصره بتوضح الفروقات بين الثلاثه اركتكتشرز. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كنا بنتكلم فيه عن الفرق والتشابه بين الـ SOA وبين المايكرو سيرفيسز، وده انترفيو كويستشن فاميليار جدا واجابته زي ما احنا شرحناها في الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو بتاعي مفيد النهارده. اي اسئله او استفسارات مستنيها في الكومنتس بتاعتكم.